بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله رجاء حار أرجوكم خلوا الحلقة هذه نبي نتناقش، لا تتعصب لرأيك ولا أنا أتعصب لرأيي، خلونا نثري التعليقات بآرائنا اللي تخدم الأمة. أخواني الكرام، أنا صراحة فعلا 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 حزنت حزن شديد على مقطع نزله فضيلة الشيخ الدكتور وجدي غنيم، وأعلن فيه تبرؤه، مش من يعني حركة حماس ككل، أعلن تبرؤه عن بعض قيادات حركة حماس نتيجة التقارب وعمل علاقة مع النظام الوحشي الكافر. ففضيلة الشيخ وجدي يمكن يسمعني الآن، هو قال النظام النصيري وبشار النصيري، أنا أعتقد أنه نسى، هو المفروض يقول هذا الكافر المدعو بشار الجحش. نعم، فتقارب صراحة فعلا احنا كلنا مصدومين. يعني حركة حماس حطت ايدها مع حكومة ايران، واحنا انكرنا هذا الشيء، وانا من المنكرين لهذا الشيء، وهم قالوا احنا مضطرين، لكن فعلا في نوع من المبالغات، المبالغة في الترحم على سليماني، المبالغة في تقديس وتمجيد بعض رموز هذه الحكومة. يعني كانت في تصرفات فعلا استفزازية خاصة للمحبين لحركة حماس. والآن الطامة الكبرى والضربة القاضية أنكم أنتم تبون وتعيدون علاقتكم مع بشار الجحش، هذا القاتل سفاك الدماء، عدو الإسلام، عدو المسلمين، اللي قتل مئات الألاف من شعبه وهجر الملايين، مجرم مجرم مجرم. فيعني فعلا أنا أعتقد لا يوجد أي مبرر، ولا مهما كان الاضطرار، أن الواحد يحط يده في يد هذا الكافر العدو اللدود للإسلام والمسلمين. أعزائي المشاهدين، وأنا صراحة مؤيد لكل ما قاله فضيلة الشيخ وجدي، مش لأني أنا على علاقة معاه ولا لا 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 يعني، لكن فعلا هذا موضوع ما ينسكت عليه، مبالغة ما لها داعي وحركة استفزازية. يعني أنا وصل رسالة لقادة حماس، معقولة هل مئات الألاف اللي ماتوا عادي عندكم؟ مئات الألاف من الأطفال اللي قتلهم هذا عادي عندكم؟ وهكذا. يعني فعلا فعلا وفعلا فضيلة الشيخ قال كلمة خطيرة، قال كلمة خطيرة، قال الآن لو مات بشار أو لو انتصر الشعب السوري، إيش وجوهكم أمام الشعب السوري بتكون يعني؟ وفعلا هذا سؤال أنا أسأله وأؤيد فضيلة الشيخ وجدي. أنتوا يا قادة حماس يلي الآن تريدون أو يمكن تصالحتوا مع بشار الجحش، ماذا سيكون ردة فعلكم أو وجوهكم هذه؟ إيش 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 تقدرون تردون لو بإذن الله طبعا وبإذن الله النصر قادم، لو انتصر الشعب السوري وتم قتل بإذن الله، يقتل أشر قتله وتم النصر والشعب الشريف سيطر على الحكم، أنتوا إيش راح يكون وجهكم أمام هذا الشعب اللي خسر أمه واللي خسر أخته واللي أمه وبنته ويدته مئات الألاف من القتلى؟ ففعلا تصرف أحمق، أنا أعتبره أحمق. يعني فعلا الإنسان مهما برر أنا أشوف ما في أي تبرير. وصراحة أكبر كلام أنا فعلا يعني حبيته في كلام فضيلة الشيخ وجدي، لما قال وأقسم أن هذه مؤامرة من حكومة المجوسية هذه لإيران بهدف تشويه صورة حماس وتشويه صورة هذه الحركة السنية، أن 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 أجبروها أن يقدسون مجدون في قتلة أهل السنة سواء قاسم سليماني أو الخمة هذول، وأيضا قاعدين يشوهون صورة حماس اللي هي اللي تعتبر الدرع الوحيد للأمة، هي وبعض الحركات الجهادية اللي موجودة في غزة وأهل غزة طبعا، إنه والله شوفوا أهل السنة هذول، هاي الحركة السنية، شوفوا شلون حاطين يدهم مع بشار الجحش. فالهدف كان واضح، مؤامرة. أنا أيدك فضيلة الشيخ وجدي، هذه مؤامرة من هذه الحكومة العدوة لدول الإسلام والمسلمين، حكومة إيران، بهدف تشويه صورة حماس أمام العالم السني، وخلاص يعني نحط عليهم إكس. وهذا اللي قاعد يحصل الآن، كثير من الناس الآن أنا أسمع يطالبون بمقاطعة حماس، يطالبون بعضهم بتكفير حماس، يطالبون بعضهم ب وهكذا وهكذا. نعم نعم إخواني الكرام، وأنا يمكن حتى في بعض الحلقات استنكرت، يعني في بعض الناس على أساس ما يفهموني غلط،
يعني نعم أنا ضد هذه التصرفات، ولكن في نفس الوقت كنت أقول وينكم عن دعم حركة حماس؟ وينكم عن دعم أهلنا في غزة؟ إحنا تركناهم يغرقون، لا أن إحنا أنقذناهم من الغرق، ومش بس أنقذناهم أيضا منعناهم إنه ينقذون أنفسهم. قاعدين ننتقد إن هم والله حاطين يدهم مع يد هذه الحكومة الإيرانية. طبعا أنا أخواني الكرام لا أريد أن أطيل، راح أحط لكم، أنا تأخرت، هذا المفروض أقوله من بداية الحلقة، رابط حلقة فضيلة الشيخ وجد غنيم، وهو أيضا نزل اليوم تعقيب على تبرؤه لأن في بعض الناس اعترضوا عليه، راح تلاقونه في أول تعليق مثبت تحت، شروحوا شوفوا حلقة فضيلة الشيخ وجدي. ولكن أنا أيضا لي يعني رأي أتمنى أن يتسع صدر فضيلة الشيخ وجدي، ورأي أتمنى حضراتكم كلكم يعني تسمعون رأي ونثري التعليقات، لأن قد أكون أنا صائب وقد أكون أنا خاطئ. الرأي اللي أنا عندي، إذا أنا ولدي شفته والعياذ بالله ماشي في طريق الخطأ، هل مش الواجب علي أني أنا أروح له وأمسكه وأنقذه من الخطأ؟ وأنا أريد فضيلة الشيخ وجدي يرد علي، أرجوك يا فضيلة الشيخ ترد على هذا السؤال. إذا أنا شفت ولدي من لحمي ودمي، أو إنسان مسلم قريب وعزيز علي، أو بغض النظر إحنا كلنا المسلمين إخوان، لو شفت هذا ولدي ولا أخوي يذهب إلى طريق الخطأ ويضع يده مع يد الأشرار، إيش المفروض علي أسوي؟ المفروض إن أنا ألحق ولدي وأمسكه وأقعد معاه وعالج أخطائه وأنصحه وعالج مشكلته وأحل مشاكله وأبعده عن هذا الحرم. وأنا أسأل فضيلة الشيخ وجدي وأسأل الجميع، من أهل السنة الآن على استعداد أن يذهب إلى حركة حماس ويجلس معهم وينقذهم من هذا المستنقع القذر؟ أنا هذا السؤال أسأله، وجاوبوني أعزائي المشاهدين، وأتمنى فضيلة الشيخ وجدي يرد علي ويجاوبني. الآن أنت شفت ولدك ضايع، إحنا الآن شايفين حركة حماس ضايعة، وشايفين بعض من قادة حركة حماس يسوون الحرام والغلط، وهذه الحركة لا ننكر أنها هي الوحيدة، وأيضا بعض الفصائل وبعض من أهلنا من غزة هم الوحيدين الورقة الرابحة اللي إحنا نعتز فيهم، اللي هم يدكون الصهاينة بالصواريخ، وهم المقاومة الوحيدة في الأمة، لا ننكر المقاومة الوحيدة الآن موجودة في الأمة هي حركة حماس وبعض الحركات الجهادية، اسمحوا لي يعني بعض الحركات أنا ما أحفظ أسمائها الآن، لا تحضرني، هم الوحيدين اللي يطلقون الصواريخ ويدافعون عن الأمة. هذول اللي احنا نفتخر فيهم الآن في ناس مسكوهم وودوهم في طريق الغلط. طبعا موضوع مضطرين ما مضطرين هذا فضيلة الشيخ وجدي يتكلم عنه، ولكن الآن احنا كأهل السنة شايفين حركة حماس ضايعين، هل نخليهم يضيعون؟ هل نستمر نقول والله احنا خلاص نتبرأ منهم ومع السلامة؟ ولا مش من الواجب أن تقوم حركات وتقوم دول ويقوم العلماء؟ وهذا اللي أنا أرجوه، أرجو من جميع العلماء وأرجو من أهل الخير وأرجو من بعض الدول وبعض الحكومات اللي نقول إن لا زال فيها خير، مش المفروض يقعدون مع حركة حماس ويسحبونها من هذا المستنقع وينقذونها من الغلط والحرام؟ واحنا مستعدين مثل ما قال فضيلة الشيخ، والله الشيخ وجدي زعلان، وانا عارف حبه لحركة حماس، وعارف حب فضيلة الشيخ وجدي لأهل غزة، وانا انسان معاه يمكن يعرف الان يشوفني، يعني حب شديد، لان فضيلة الشيخ وجدي يكره، وهذا طبعا شيء طبيعي كونه انسان مسلم رقم واحد، يكره العدو الصهيوني، فيحس بجهادهم الحقيقي كيف انهم يدكون الصهاينه المجرمين. ففعلا فضيله الشيخ وجدي يحب اهل غزه ويحب حركات الجهاديه هذه، ففعلا انسان انا اتوقع وصل مرحله انه يعني انا اتوقع تردد كثير قبل ما ينزل هالمقطع، ولكن اضطر انه ينزل هذا المقطع لانه فعلا انا معاك فضيله الشيخ، يعني هذا النظام الجحش هذا اللي قتل مئات الالاف وهجر الملايين من المسلمين، نروح نحط يدنا في يده؟ وأنا أعلن تبرؤي من أي حكومة ومن أي شخص ومن أي يحط يده مع بشار الجحش،
فلكن انا اسالكم هذا السؤال، وانا هذا طلب ورجاء حار. كلنا خطائين يا فضيلة الشيخ وجدي، اعزائي المشاهدين كلنا خطائين، ارجوكم ننقذ حركة حماس، ارجوكم ترجعونها الى الطريق الصحيح. ما مين عندنا يا اخي؟ جاوبوني، مين عندنا؟ ارجوكم حطوا لي الان، مين عندنا حركة او دولة رافعة راس الأمة؟ ما في حد يا حبيبي، ما في حد، احنا بنضحك على بعض. لا توجد لا حكومة ولا دولة ولا جماعة ولا فئة قاعدين يواجهون الصهاينة عندنا إلا أهلنا في غزة، بغض النظر حماس أو غير حماس، ما كل أهلنا في غزة. نتركهم؟ حرام عليكم، حرام عليكم. مش يكفي بعد الخسيسي هذا اللي محاصرهم من تحت؟ مش يكفي أن احنا نعرف أنهم محاصرين وساكتين وصمهم بكم؟ يا أخي مين عندنا؟ مين عندنا في عزة؟ مين بقى من الأمة يا أخي؟ إذا احنا خلينا حماس وخلينا الجهاد وخلينا، مين عندنا نفتخر فيه؟ ما في حد، خلاص يا أخي ما في حد خلاص. فما نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. أنا هذا طلب حار، يا ريت فضيلة الشيخ وجدي ويا ريت العلماء يصير بينهم تواصل، يكلمون أهل الخير، يكلمون بعض الحكومات، يكلمون، نراجعهم يا أخي، نحط يعني مثل ما يقولون بصيص أمل إن أهلنا في غزة وهذول القادة يرجعون إلى صوابهم. لا نتركهم، ما تخلي ولدك، ما تخلي ولدك فضيلة الشيخ وجدي، وإلى رسالة للجميع، وإذا ولدك عمل الغلط تكلمه وتنصحه وتساعده. فإذا رحت له وحاولت وياه وساعدته وبعدين ركب راسه، بعدين عاد خلاص نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا طلب حار مني، وأرجوكم أعزائي المشاهدين نثري التعليقات بهذا المقترح اللي عندي، وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية. والله ما بقى حد، يعني يوميا احنا قاعدين نصدم، يوميا قاعدين نصدم، يوميا قاعدين نصدم في ناس نحبهم، يوميا قاعدين نصدم في ناس كنا نحسبهم على خير، واحنا ان شاء الله يا رب نحسب اهل غزة ان شاء الله نحسبهم على خير، ولكن انا قصدي نحسب بعض القادة في حماس نحسبهم على خير، يمكن اضطرار، يمكن هم ايش وجهة نظرهم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا والله احنا في زمن مليء 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 بالفتن، ارجوكم والله، حتى انا امامكم، ادعوا لي بالثبات. والله اخواني الكرام، الواحد مقام، احنا بروحنا، ترى احنا بروحنا اهل الخير، ادعوا لنا بالثبات، الله يثبتنا يا رب، حسبي الله. وانا اقول لكم قبل ما اختم، هذه فعلا مؤامرة، والله مؤامرة من حكومة ايران ومن بعض حكومات الخونة والخزي والعار اللي عندنا، بهدف تدمير سمعة حماس وتدمير سمعة أهل غزة والقضاء على آخر مقاومة موجودة في الأمة. والله هذا اللي يخططون له، حسبي الله ونعم الوكيل. أتمنى رسالتكم وصلت.